معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا كابتن عامر، مشرف ومنور. الله يخليك. يا مدير ده حضرتك أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ كله خير الحمد لله. طيب، أنا كنت لسه بتكلم قبل ما حضرتك تدخل على طول على الاجتماع المزمع إقامته مع كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام خلال 48 ساعة، وقلت اتحاد الكرة بالفعل كان مجتمع مع كلاتنبرج من أسبوع مضى. ايه الفرق من الاجتماع الاسبوع الماضي والاجتماع القادم ان شاء الله؟ هو الفرق بس ان الرابطه هتبقى ممثله في النائب احمد دياب، هيبقى موجود لان بتيجي شكاوى كتير على الرابطه، تحول للاتحاد الكره اللي حولها للجنه الحكام، ففي تساؤلات كتير من الانديه بالسياسه اللي مش عليها لجنه الحكام. فده الخلاف الوحيد، ان الرابطه هتبقى ممثله في النائب احمد دياب في الاجتماع. المره اللي فاتت كان اجتماع مجلس اداره الاتحاد مع رئيس لجنه الحكام. طيب، يعني هل الاجتماع اللي كان مع كلاتنبرج الاسبوع الماضي، وانا هقفلها على طول النقطه ديت، بس الاجتماع اللي كان الاسبوع الماضي مع كلاتنبرج ما كانش ينفع اتحاد الكوره يبلغه لرابطه الانديه دون اجتماع اخر؟ لا لا، لازم يبقى موجود ان الرابطه تبقى ممثله، موضوع مهم بالنسبه لها، وهي طبعا صاحبه الحق ان هي ممثله لل 18 نادي، صاحبه الحق ان هي تقول كل المشاكل اللي بتقابلها والمشاكل اللي بتجي لها من الانديه، عشان هي الممثله الشرعيه لل 18 نادي. طيب كابتن عامر، هل حضرتك كاتحاد كوره يعني راضيين عن اداء لجنه الحكام حتى هذه اللحظه ولا مش راضيين؟ والله هي الفترة اللي جاية طبعا هي تجربة لازم نعدي عليها مدة سنة كاملة على الأقل، لأن طبعا الراجل أي حد جاي في بلد مش بتاعته، مش حافظ شخصيات الحكام اللي موجودة، مش عارف الظروف وطبيعة المباريات اللي عندنا، مش فاهم الإعلام والضغوط اللي عندنا، أمور كتير مختلفة عن اللي هو موجود فيها، كل بلد مختلفة عن الثانية. بالتالي هو في الاجتماع اللي فات انا بدات افهم، ودلوقتي الامور كلها في القسم الاول بقى مسيطر عليها، انما بقيه الدرجات محتاج بعض المساعدات لان المباراه مش متاحه، فمش قادر يقيم الحكام في الاقسام الثانيه. طيب كابتن عامر، احنا قلنا هنساعده عن طريق المناطق، ان احنا نسجل له اكبر عدد من المباريات بالنسبه للقسم الثاني عشان يشارك كل الحكام. بس انت الفترة اللي فاتت حضرتك تتحدث عن الفترة القادمة، الفترة الماضية ما حسيناش كلنا بالتطوير اللي احنا كنا مستنيينه، مظبوط؟ بس ده التطوير ده موضوع نسبي، اصل مستحيل ان واحد في اربع خمس شهور يقول لك انا طورت الحكام. انما الحاجة الوحيدة اللي انا شفتها يعني لفتت نظري ان في حوالي اربع او خمس حكام من الشباب الصغيرين المباراة بتاعتهم كلها ما كانش فيها مشاكل. ورغم ان هما راحوا مباراة قوية، يمكن مش الزمالك يعني كده، انما كل الاندية الماتشات بقت صعبة، حضرتك شايف المباراة بقت صعبة جدا. ما بقاش في نادي كبير وصغير، كل نتائج عجيبة جدا. مفاجآت كمان شوية لو فضلت على كده كمان جولتين ثلاثة مش هتعتبر مفاجآت بقى. صحيح. شفت ترتيب الجدول، ترتيب غريب جدا، النقط كلها قريبة. صحيح. مباراة 3-3 و2-1 أسوان عامل مباراة قوية جدا. مهزوم من حرس الحدود وقت الوقت الضايع. والحرس كان هو الأحسن في المباراة. في بعض فترات المباراة. فخلاص الأندية كلها دلوقتي ما تقدرش تبص على نادي تقول إن المباراة سهلة. طيب بص يا كابتن عامر، في بداية الموسم كان الحرس مصنف ان الحرس والمقاولين واسوان والداخليه هم اللي هيبقوا تحت في الترتيب. دلوقتي المقاولين شفت ما شاء الله كابتن شوقي عامل شغل غير طبيعي، وجاب محترفين يمكن مش مصنفين انما يعتبروا مصنفين دلوقتي بالمجهود، من احسن المدربين اللي في الدوري بصراحه، والايجابيه صح. فالداخليه عامله مباراه قويه جدا، وعندهم اربع خمس لعيبه الحقيقه على اعلى مستوى. الحرس الحدود بدا خلاص دلوقتي بقى ندي لكل الفرق، يمكن بدا مش موفقه، ورغم امكانيات في الحرس الحدود اللي احنا عارفينها انما مقدمين بشكل طيب. طيب
هل كابتن عامر اتحاد الكوره وانت اكتر من اكتر الناس اللي عانيت من انتقادات وهجوم كثيرا رئيسا للجنه المسابقات رغم الشغل الصعب اللي انت بتشتغله دايما في ضغوط مش طبيعيه وفي انتقادات كثيره كده بتيجي عليك، نفس الامر بيحصل دلوقتي مع كلاتنبرج وهو لسه زي ما حضرتك قلت لسه يعني بيتحسس خطواته، هل اتحاد الكوره يحمي لجنه الحكام بالشكل الصحيح بنسبه كبيره ولا الحمايه محتاجه تزيد عن كده لجنه الحكام والحكام المصريين؟ انا برضه موضوع الدعم ده موضوع نسبي، ان هو اول حاجه لازم الحكم هو كل المقومات والامكانيات والقانون بيحميه داخل الملعب. فنمره واحد لازم الحكم يطبق القانون، لازم تبقى شخصيته قويه، لان الحكم ايا كان هو فاهم القانون قد ايه ولياقته البدنيه عاليه، بدون شخصيه قويه المباراه هتفلت منه، فبالتالي هيتعرض لضغوط سواء للجمهور او من على الدكتين اللي بره، اللي بقى ضغط غير عادي من الاجهزه الفنيه محدش يمكن بياخد باله منها، يعني اقوى من الجمهور. اللي كنت بتتعامل من الاجهزه الفنيه بتبقى صعبه جدا. صحيح. فالحكم اللي شخصيته مش قويه مش هيقدر يعمل مباراه قويه. فنمره واحد لازم الدعم من الحكم نفسه، لازم يكتب كل حاجه بتحصل واخد القرارات جوه الملعب، على الاقل بيساعدني انا كمسابقات ان اجيلي التقرير واضح، بتقدر تاخد القرار وبتطبق اللائحه اللي بعتناها للانديه. انما الناس بتبقى في بعض الحاجات وبعدين افاجئ ان الحكم مش كاتب حاجه، فبالتالي ما بتاخدش قرار، فالناس بتهاجمني انا على ان انا ما خدتش القرار، مش بيهاجم ان ما خدش القرار اصلا وما كتبش في تقريره. طبعا الامور دي كلها، فنمره واحد الحكام، نمرة اثنين لجنة الحكام لازم طبعا بتدعم الحكام بتاعتها، والراجل اللي بيجيد لازم تكافئه. صحيح. واحنا شفنا في الدوري الانجليزي عدد الحكام اللي بيتحكم في الدوري الانجليزي قليل جدا. صحيح. فما ينفعش، لازم بقى ان احنا عندنا 1000 حكم كل الحكام اتعودوا انهم كلهم عايزين يلعبوا دوري ممتاز. ودي حاجه مستحيله. صح. لان الراجل برضه في الاجتماع قال لك الحكم زي اللعيب، ما ينفعش اديله مباراه والعدد اللي عندي لو كل الحكام هياخد، يبقى كل حكم المفروض ياخد على كل 4 5 جولات هياخد مباراه. فهيبعد عن حساسيه الملعب. ولو اديتهم في القسم الثاني كل الحكام يبقى مش هطلع حكام صغيرين في القسم الثاني. صحيح. عشان يرقيهم للدوري الممتاز. صحيح. وانا بعمل بعد حكام علشان يبقوا دوليين في 2026. فلازم اخد من جيل صغير. يعني الراجل برضه عنده حساباته بس برضه عنده الوقت ولازم الناس تدعمه. طيب كابتن عامر، اتقال انه في انديه كتير بتبعت ترفض حكام بعينها لمبارياتها بسبب سوابق مع النادي ده. اتحاد الكره في الظروف اللي زي دي بيبقى موقفه ايه؟ لا رسمي ما فيش حاجه بتجيلنا خالص ان نادي عايز حكم. حاجه بتتعمل من ورانا زي حاجه ثانيه، انما رسمي ما فيش حد دلوقتي يقول انا مش عايز الحكم ده. يعني ما جتليش انا لغايه دلوقتي، ما جتليش في الربط يعني. ان حد مش عايز حكم معين. لكن عادي احنا شفنا ده كلام اعلام بس. كل الحكام بتحكم الانديه كلها. طيب من الحاجات المهمه جدا تخص بقى لجنه او اتحاد الكوره، لسه قبل ما نروح للجنه المسابقات، موقف كهربا النهائي من المشاركه، هل يشارك ام لن يشارك مع النادي الاهلي في المستقبل القريب؟ هذا موضوع شائك شويه، والخطاب اللي جاي من الاتحاد الدولي يتفسر على اي جانب، واحنا اكثر من مره الاستاذ وليد العطار بعت عشان يجي رد واضح من الاتحاد الدولي. فكل الردود اللي بتيجي من الاتحاد الدولي بنبعتها على طول للنادي الاهلي. يعني دلوقتي لحد هذه اللحظه ما فيش رد قاطع بخصوص مشاركه كهرباء؟ بقول لك لا، بقول لك ارجع للجواب الاولاني اللي هو الايقاف اللي هو ال6 شهور. طيب. وبعد كده من حق النادي ان هو يتظلم من اللاعب ان هو ما دفعش لو نادي الزمالك الفتره دي بتاعت ال6 شهور، والمفروض ان هو يرجع على النادي بعد 3 فترات قيد اللي هو النادي اللي من الخارج يعني اللي كان فيه الكابتن كهربا. ده الخطاب اللي جاي يعني. يعني معلش يا كابتن عامر وسامحني في الاسئله المتكرره، يعني الاهلي دلوقتي لو حب يشارك كهربا في المباريات القادمه ليه له الحق ولا ملوش الحق؟ ما انا
انا بقول لحضرتك هتكلمني في المسابقه هرد عليك على طول. ماشي. هقول لك على الخطاب اللي جه تفسيره كده. اكتر من مره الوليد العطار يبعث يعني يلعب ولا ما يلعبش، يرد عليه نفس مسدس الحكم الاولاني خالص اللي بقوله لحضرتك ده. طيب نروح للمسابقات. المسابقات، موقف النادي الاهلي خلال مشاركته في كاس العالم للانديه، هل تاجيل مباريات للنادي الاهلي هيتاجل له كم مباراه، وهل التاجيل ده ممكن ياثر على موعد انتهاء الدوري ولا لا؟ اكيد طبعا ممكن طبعا. طبعا ما كانش محطوطه في الاجنده ولا ميعاد البطوله ولا ان الاهلي كان هيشارك. فما حطينا ال 29 جوله واعلنتهم، كنت ممكن اعلن ال 34 جوله زي ما الناس كلها عايزه. انما ظروف الملاعب والانديه كتير مشتركه في ملعب واحد، فبالتالي لازم اسيب اخر جوله عشان اشوف مين اللي بينافس ومين المهدد بالهبوط عشان نلعبهم في توقيف واحد. فطبعا لا، في طبعا هيبقى في مواجهات من النادي الاهلي ممكن تاخر الدوري، انما كل ده متوقف على ظروف الانديه في افريقيا، مش هيكمل مش هيكمل. النادي الاهلي هيوصل لحد فين في كاس العالم للانديه، فهيتأجل له كام مباراة. حاجات كتير متعلقة، مين هيوصل نهائي كأس مصر؟ عشان كان في نهائي يوم 6 فبراير. صحيح. فبالتالي الأهلي لو وصل نهائي كأس مصر هيبقى مش هيلعب النهائي، في النهائي هيتأجل. يعني أمور كتير كتيرة متشابكة كلها. فأنا إن شاء الله بعد المباراتين بتوع قبل النهائي ممكن أعلن الجولة، خاصة إن الرؤى لسه معمولة إمبارح والأول. والله يا كابتن عامر انا دايما بشفق عليك جدا في لجنه المسابقات دي على مر السنين اللي فاتت دي كلها، يعني حضرتك قلت ده في لحظه قعدت افكر، قلت طب ما كله داخل في بعضه، انت هتقعد تحدد المباريات ازاي؟ وكده كده احنا بنتضايق وكده كده بننتقد بعد كده، بس اكيد الامر صعب جدا ومعقد جدا. لا الامور معقده جدا جدا الحقيقه، مع رغم السنين دي كلها وبطلع اشرح انما برضه ما حدش بيراعي وبرضه بيفضلوا يهاجموا. يعني قلت لحضرتك كام حاجه كلهم مرتبطين ببعض دلوقتي. صحيح. يعني انا اتلخبطت كده لما حدد ميعاد بديل للنادي الاهلي اخر مواعيد كانت في الدوري. صحيح. عشان يحدد مكان ميعاد مباراه القطر المتداخله مع كاس العالم للانديه. فراح اخذ مواعيد ثانيه اللي هو يوم 3. فبالتالي يوم 3 ده كان فيه ماتشات للاهلي. صحيح. طيب كان فيها كابتن عامر بعض الانتقادات تخص مواعيد المباريات لبعض الفرق، انت تابعت اكيد البيانات اللي كانت في الفتره الاخيره، بس انا كنت بسال دايما هو ليه الاهلي والزمالك تحديدا ما يلعبوش بالنهار، بمنطق العداله من جانب ومنطق تاني فايده للاهلي والزمالك اللي بيروحوا يلعبوا في مباريات في افريقيا بالنهار وما بيكونوش بيشاركوا مباريات بالنهار كتير في الدوري المصري، هل ده ليه علاقه بحاجه ليه علاقه بالبث برعايه ولا لا طلبات من الاهلي والزمالك فقط؟ يعني اقول لحضرتك اول حاجه ان في كان ده ممكن يبقى صحيح مثلا في ملعب زي اسوان مفهوم ان في ناس تلعب بالنهار وناس تلعب بالليل. فبالتالي كل مباريات اسوان عشان في مشكله في الكهرباء هناك بيلعبوا كل مبارياتهم بالنهار. شفنا الزمالك بيلعب بالنهار والاهلي هيروح يلعب بالنهار. الانديه كلها تلعب بالنهار من النواحي. نمره اثنين بالنسبه لنادي بيراميدز عنده اربع مباريات، هو ليه خمس مباريات كانوا في الدور الاول، عنده مباراتين في الدور الثاني اللي هم الدور. كويس. في اربع مباريات نفس اليوم، بيراميدز والزمالك والاهلي بيلعبوا في نفس اليوم. اربع مباريات من الخمسه بقول لحضرتك عليهم. لو تفتكر حضرتك وتشوف السنه دي وتشوف اي سنه لما سوقوا مباراه ريال مدريد وبرشلونه في الصين بيلعبوهم الساعة 1 الظهر و2 الظهر. صحيح. عشان تتنقل هناك. صحيح. ففي امور فيها امور تسويقية. في قناة فضائية واحدة بس هي اللي بتنقل. فبالتالي عندها اعلانات وعندها وعندها وعندها. وفي حجم الجماهير للأندية، وفي أندية جماهيرية ما نقدرش ننكر الكلام دوت. طبعا. فبالتالي لما بتلعب المباراة 3 إلا ربع الجمهور ده كله اللي عايز يتفرج اما مش هيروح الشغل، اما الطلبه هيهربوا من المدرسه، اما هتبدا لا ما مش عايزين حد يهرب من المدرسه، مش عايزين حد يهرب من المدرسه اما تبدا الساعه 1 طبعا. فبالتالي الناس كلها بتضرب الاعداد بتاعها، يعني امور كتيره جدا.
يعني هي ملهاش علاقه بمجامله نادي على اخر يا كابتن عامر، عشان كده كنت عايز حضرتك توضح يعني. انما لو بيراميدز بيلعب فيهم مش ولا اهلي ولا زمالك، شو من الاثنين الطبيعي، لانه لما بتتكلم على اربع مباريات ومباراه عدلت اخيرا من ضمن 9 مباريات اتعدلوا بعد قناه اون تايم 3 ان هي قفلت، فبالتالي بقى في ارتباطات للقناه اللي بتنقل الدوري. فمش بيراميدز بس اللي تعدل له ميعاد مباراه في الاخر، انما دول 9 مباريات موعدهم اتعدلوا، انما كلهم محدش يتكلم عليهم. حضرتك بتقول لي كابتن عامر معلش عشان اوضح بس، حضرتك بتتحدث على تعديل مباراه بيراميدز وفيوتشر الاخيره، هي واحده من ضمن 9 مباريات تعدل الموعد. 9 مباريات اتعدلوا. مش دي لوحدها يعني. لا لا، 9 مباريات اتعدلوا. انما هو الحقيقه يعني التراشق اللي بين او يعني ما اعرفش بقى بيقولوا عليها ايه، المهم بين بنسميها احنا في لفظ خفيف المناوشات. المناوشات، محدش بياخد بقيه المباريات. يعني مثلا الاتحاد سيراميكا اتنقل من استاد اسكندريه، وفاركو الاهلي اتنقلوا من استاد اسكندريه على برج العرب، محدش اتكلم خالص، حد اعترض اللي كان في ماراثون الشيخ زايد على استاد اسكندريه، رغم ده ملعب فاركو وملعب الاتحاد. صحيح. فاركو اعترض ولا الاتحاد اعترض؟ مباريات كتير اتنقلت من الملاعب لملاعب ثانيه زي الداخليه، من السويس راحوا الكليه الحربيه، بعد راحوا بيتر سبورت، النادي المصري بعض المباريات بيلعبها في السويس وبعض المباريات بيلعبها في برج العرب مع الانديه الجماهيريه. فهل ده كله يعني لو جينا طبقنا بقى وعايز تكافؤ الفرص 100% والمسافات بين المباريات تبقى 100%، يبقى لازم اولا نلعب 9 مباريات في يوم واحد عشان كله ياخد مسافات الراحه قد بعض في المباراه اللي بعدها. طبعا. لكن انت بتلعب على 3 ايام، فهتلاقي واحد مريح يوم زياده عن النادي الثاني، انما بتتعوضه في المباراه اللي بعدها. عايزين كل نادي يجي على الحته بتاعته وما يتكلمش ان هو اخذ راحه ثانيه اكتر من النادي الثاني في مباراه ثانيه. صحيح. فكل دي امور الحقيقه لو الانديه بس يعني ايه ركزت شويه وقفت الجدول كله ويعملوا العد التنازلي بتاع المباريات. هتلاقي كل الامور ديت احتمالات وحسابات، وانت بتحط الجدول بتعملها. انما بيراميدز مثلا في يوم ما فيش الا الزمالك ولا الاهلي، فطبيعي ان بيراميدز فرقه متشافه. صحيح. وفرقه بتنافس وفرقه فيها نجوم كتير. زيها زي الاهلي زي الزمالك زي فيوتشر. كل دي انديه ناس بتتفرج عليها. صحيح. تيجي تعمل حسابات ثانيه، تبعد الانديه الجماهيريه ان هي تلعب في وقت واحد بقدر الامكان. عندك المصري والاسماعيلي والاتحاد والمحله، دي انديه جماهيريه كلها. طبعا. فلازم انت بتحط الجدول، ما تحطش مثلا الاتحاد مع الاسماعيلي في وقت واحد. بحاول ابعدهم في الجدول. يمكن موضوع ان احنا 9 مواعيد دولت لو ما جم في ميعاد واحد او تغير موعدهم بعد القناه الثالثه دي ما قفلت. فبالتالي اضطرينا يمكن مره ولا اثنين ان في انديه جماهيريه بتلعب في نفس التوقيت، ان يبقى عندي ميعادين بدل 3 في اليوم. يعني كل ده. شوف حضرتك انا قلت لك كام احتمال دلوقتي وكام حساب انا بعمله. أنا المداخله دي عظيمه ليه؟ واتمنى كمان تكون عظيمه للساده المشاهدين، ان فيها كثير من توضيح الامور اللي هي ممكن تبقى غايبه عن ناس كتير وكتير بطبيعه الحال. يعني ده عمل حضرتك وعمل اتحاد الكوره ولجنه المسابقات انه او رابطه الانديه كمان، انه في شويه تفاصيل الناس ما بتبقاش عارفاها فبتقعد تتنرفز وبتتعصب، فالكلام ده مهم جدا يا كابتن عامر. كمان لما نيجي في الصيف بقى شويه لما تيجي تحط المباريات مثلا مضطر تحط مباراه بدري، هتختار اسكندريه ولا تختار القاهره اللي تبقى بدري؟ هتختار حضرتك انا بلاعب لغايه فين؟ هتختار اسكندريه فرق 5 6 درجات عن القاهره. طبعا يعني انديه اسكندريه هي اللي بتلعب البدر. صح. عشان درجه الحراره. يعني حاجه من ضمن الحاجات برضه انا وقت الجدول بعمل حسابها يعني. طب دي من تفاصيل مهمه جدا. طب اخر حاجه، السوبر المصري الجديد بقى، السوبر اللي المفروض هيقام بقى، هو المفروض السوبر الجديد ده هيقام امتى يا كابتن عامر؟ الاول انا قلت لحضرتك هي المشكله في نهائي الكاس دلوقتي، نهائي الكاس كان المفروض 3 فبراير. ممكن ما تلعبش 3 فبراير. لو النهائي بقى اهلي ودفاع الزمالك وبيراميدز. الاهلي مش هيقدر يلعب. وداخلين على ارتباطات من اول فبراير. ارتباطات لاربع انديه في افريقيا. عندهم كل اسبوع مباراه.
هتيجي في شهر 3 عندك المنتخب الوطني الاول ومنتخب الاولمبي عندهم اجنده دوليه صحيح في شهر 3 ما تخش على رمضان وبالتالي عشان تلعب صور في الخليج مش ينفع تعمله في رمضان في رمضان وبعد رمضان تخش على يبقى الجو حر لان بعد رمضان في برضه في شهر 4 مباراه في بطوله افريقيا قبل 8 قبل النهائي والنهائي انت بتعرف مين هيلعب السوبر هيكمل وهيبقى مشغول وعنده وقت من دلوقتي ومين اللي مش هيكمل وبعدين في شهر 5 تلاقي الحر في ابو ظبي الحر تبقى عاليه جدا فتسويق انت تلاقي المباراه مش ماشيه قوي مع الشركه الراعيه فكل دي حسابات يعني بسيطه يعني هل من هل من حضرتك تبتسم ولا لا انا مع حضرتك لا والله انا ببتسم انا مش عارف تشوفني ولا بس ببتسم وانت بتتكلم عشان الموضوع معقد كده جدا فعلا الله يكون في عون حضرتك هل كده من الوارد ان ميعاد واحد ميعاد واحد يعني الناس قطعت ان انا انزل الجدول كله حاضر نزلت الجدول 29 جوله كلهم سلسله واحده لما يجي موضوع زي كاس العالم الانديه او اي مباراه اتاجلت بتاعت المؤتمر الفتره بتاعت المؤتمر اللي احنا وقفنا فيها الدوري 7 ايام كان فيهم جولتين قدرت اتصرف وحطيتها في الدوري حطيته في الكاس عشان ما اغيرش بيت الجدول واخدت بتاع الكاس حطيته في مكان كاس الرابط عشان ما اغيرش مواعيد الكاس عشان اقدر اعمل السوبر بعدها فسكنت ان هنا لهنا وده هنا لهنا عشان ما اقربش للجدول راح جاي موضوع كاس العالم للانديه فبقى في 3 4 مباريات مؤجلين للنادي الاهلي هل الاهلي كاس العالم للانديه هيلعب بعد المباراة الأولى ولا هيلعب الأولى والثانية ولو لعب الثانية لازم هيلعب الثالثة فكل دي بقول لحضرتك ولو لعب الثالثة يبقى أكيد في رابعة عشان يبقى في لازم هيوصل الثالثة وربنا يوفقه هيلعب خلاص صح أول وثانية ثالث ورابع يبقى لغاية يوم 11 صحيح فأنت يوم 11 هيبقى عنده ماتش يوم 17 أو 18 في بطولة أفريقيا فكان في مباراة قبلها بتاعت الإسماعيلي يعني كلها هيرجع النادي هيرجع النادي الاهلي ويقول لك انت ضغطتني في المباريات فانا عايز شويه تاجيل فالزمالك من ناحيه ثانيه يقول لك انا كمان عايز اجل فبيراميدز يقول لك انا كمان عايز اجل فالدوري يخلص لا ممكن انا دلوقتي انا لكن لا انا ما انا اجل ليه؟ وبعد كده تيجي تضغطني ليه؟ ماشي مش هاجل اذا هيجي في وقت ممكن الانديه اللي بتنافس مش مهم الزمالك ممكن اي نادي ثاني طبعا فيوتشر اي نادي بقى بينافس طبعا هيقول لك لا انا مش هلعب الا لما الاهلي يلعب مباريات المؤجله حق طب هتعمل الاولى ولا تعمل الثانيه بقى يعني هو الاولى مش عايز ياجل صح هتيجي بعد كده يقول لك انا مش هلعب الا لما هو يلعب المؤجل برضه حساب من دي حسابات بتاعت الجدول يا كابتن عامر بقالنا 20 سنه في نفس اللف والله 20 سنه انت عارف انت حاسس ان الواحد مش عارف يطلع منها يعني دايما انا زي ما بقول لك انت الله يكون في عونك يعني انا بعد يعني سنه عن المسابقات او سنتين وده افاضل مكاني استحملوش ومشوا كويس وكان كل الناس اللي برضه بتتهمني ان انا ما بودش الاهلي الاسماعيليه الاهلي برضه ما راحش الاسماعيليه وانا مش موجود كل الحاجات اللي كانت المشاكل ديت والملاعب والحاجات دي كلها نفس الامور لو برضه حد رجع برضه للدوري الانجليزي في الموسم دوت عشان لاول مره ان كاس العالم يتلعب في وسط الدوريات الاوروبيه في مشاكل عنده صحيح الدوري الانجليزي اول مره هيتاخر شهر عن ميعاده بيلعب كل يوم 3 ورا بعض ضغط غير طبيعي تحس ان الماتشات متعاده كل يوم تتفرج لكن المباراه بتتعاد هي هي لا مش ده مش العادي بتاع الدوري الانجليزي احنا كنا بنستنى الدوري الانجليزي من اسبوع للاسبوع دلوقتي بقينا زي الدوري المصري يعني بيلعبوا يوم ايه وايه كل سبت وحد وسبت وحد وخلاص مباراه جمعه وسبت وحد ومباراه واحده الاثنين بالظبط ذات اثنين وثلاث واربع وخميس كل الايام صحيح كل الدوريات الدوري الاسباني هتلاقيه بتلعب حد الاوروبي اعترض عن ريال مدريد ما كانش عامل حسابه ان في كاس العالم الانديه في الوقت دوت وزعلان ان ريال مدريد اللي هيروح 4 ايام يلعب ماتشين لان هو من المرفهين من الانديه الكبيره في اوروبا انما احنا بقيه الانديه بتلعب من الدور الاول صحيح يعني كاس العالم انت بتلعب 4 مباريات البطل اوروبا بيلعب مباراتين بس طيب هرجع تاني هرجع تاني يا كابتن عامر للسوبر هل كده السوبر من المحتمل ان ممكن يتم الغائه؟ بقول لحضرتك هي ديت موضوع تسويقي بحت لكن ولا قرار اتحاد الكره لوحده ولا قرار الرابطه
ولا قرار الرابطه لوحده. وشارك معاهم الشركه الراعيه. ان في عقد بين الشركه الراعيه وابو ظبي. فبالتالي في اطراف كتير. تحديد الميعاد المناسب، اول تحديد الميعاد المناسب في الجدول، وبعدين تحديد الميعاد المناسب للشركه الراعيه وهيئه ابو ظبي، لان هم مش واخدين المباراه دافعين مبالغ كبيره. الموضوع تسويقي بحت، مباراه السوبر. اخر حاجه كابتن عامر، عشان طولت عليك وتعبتك جدا، هو الدوري المفروض هيخلص امتى؟ الميعاد المحدد له انه يخلص فيه؟ كان الطبيعي قبل كاس العالم للانديه 30/6. 30/6، بعد كاس العالم للانديه تتوقع يخلص امتى؟ لا ما بحبش اتوقع، انا بيتمسك عليك كلمه. بيتمسك عليك كلمه. ما فيهاش توقع. بس هو قولا واحدا هو مش هيخلص 30/6. انا بقول لحضرتك برضو، لو قلت ان دي متوقفه على مشاركه الاربع انديه في افريقيا وصلهم لاعلى نقطه ولانه نقطه في الادوار، دور الثمانيه قبل النهائي، كل دور نادي بيوصل له لكن الانديه كلها وصلت، مش هتقدر انت تخلص الدوري. وفي نادي لسه ما لعبش ماتش. يعني لو اعتبرنا ان شاء الله انديتنا المصريه تشرفنا وتوصل لاخر نقطه في بطولات افريقيا سواء الكونفدراليه او دوري الابطال، ده معناه ان احنا مش هنخلص الدوري 30/6. انا كده فاهم صح؟ صعب طبعا، هيبقى صعب. انت بقول لحضرتك لحد 30/6 قبل كاس العالم للانديه، حط على الاقل 3-4 مباريات للنادي الاهلي. لو اخده في 4 ايام، ادي 16 يوم، ادي 16 يوم زياده عن 30/6. يعني اديها شهر كمان. كابتن عامر حضرتك شرفت ونورت. كابتن عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم.